حطوا لي سي دي فيه سكتشات فيه ستاند اب نتاعي، منهم ستاند اب نحكي فيه انا يعني قديم ماهوش في الحوار، انا عامله في التاسعة اصلا. قالوا لي شنو تقصد بها؟ شنو هي شنو اللي عملته؟ معناها شنو اللي عملته؟ هي العباد الكل تطلع وتحكي وتعمل في ستاند ابيات، علاش مكبشين كان فيا انا؟ معناها ما فهمت شو. الله يكرهوني في النهار اللي دخلت فيه في التلفزيون، نعم بهم الكلمتين اللي قلتهم، اقسم بالله فددوني كرهوني بيرا.